هامش قمة مجموعة العشرين بأوساكا، الرئيس السيسي يشارك في القمة الصينية الأفريقية المصغرة وفعاليات اليوم الافتتاحي للقمة، ويلتقي عددا من القادة والزعماء. منظومة التأمين الصحي تستهل عملها باستقبال عدة أسر وتشملهم برعاية صحية كاملة. قوات الدفاع الجوي تحتفل بالعيد 49. موجزنا لأهم وآخر الأخبار يأتيكم على تلفزيون النهار، أهلا بكم. شارك الرئيس السيسي صباح اليوم في القمة الصينية الإفريقية المصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، التي جمعت إلى جانب سيادته كل من الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا والرئيس السنغالي ماكي سال وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. كما شارك الرئيس السيسي في فعاليات اليوم الافتتاحي لقمة العشرين، والتقى بعدها رئيس الوزراء الإيطالي جوسبي كونتي والمستشارة الألمانية أنجيلا ماركل. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. في ثاني أيام زيارته لليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة أوساكا، استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه بالمشاركة في قمة مصغرة ضمت كل من الصين ومصر وجنوب إفريقيا والسنغال، وبمشاركة سكرتير عام الأمم المتحدة. كما عقدت قمة مصغرة مع رئيسي جنوب إفريقيا والسنغال. وعقب التقاط الصورة التذكارية للقادة والزعماء، شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين. وعلى هامش أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة أوساكا اليابانية، التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، حيث تطرق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. استهلت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ببور سعيد عملها باستقبال عدة أسر ظللتها تلك المنظومة المتكاملة، حيث شمل التأمين كافة أفراد الأسرة بالرعاية الطبية الشاملة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. أول طفل من بورسعيد تفتحت أعينه على إشراقة منظومة صحية جديدة في مصر تستهل أولى خطواتها من هنا من محافظة بورسعيد. محمد أظلته هو والدته منظومة التأمين الصحي الشامل التي تغطي كافة أفراد الأسرة المصرية وتوفر الرعاية الصحية ذات الجودة الطبية العالية للجميع. أنا شايفة إن البلد بتغذي أحسن ومطمنة إن شاء الله على محمد. كله لازم يشارك وكله لازم ينزل أسامي العيلة بتاعته على أساس إن هي حاجة مصلحة لينا كلنا. أما هذه السيدة فلتوها خرجت من غرفة العمليات لتحكي تجربتها مع نظام جديد لمنظومة التأمين الصحي الشامل الفارقة. يعاملوني زي أي إنسانة عادية دفع فلوسها ودخلة وفرق في المعاملة وفرق في التمريض وفرق في الدكاترة، بيعاملوني كأن أنا إنسانة يعني ما في سواسية، ما فيش فرق بيني وبين يعني حد دفع فلوس.
مش دافع فلوس. اكتملت الصورة إذن في محافظة بورسعيد، أولى المحافظات المصرية التي تنطلق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل. نظام تكافلي اجتماعي جديد مبني على مشاركة جميع أفراد المجتمع، وتكفل الدولة غير القادرين فيه. المنظومة تعطي المؤمن عليه اختيار مقدم الخدمة الصحية له، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة. هدف من المنظومة فندم هو تحسين الخدمة الطبية والسعي إلى تقديم أحسن خدمة طبية على أعلى المستويات لجميع أفراد الشعب. عشان نوصل للمنظومة دي كان في رؤية دولة كاملة، رؤية استراتيجية دولة. الدولة كلها بتتجه لاستراتيجية 2030. 2030 اللي احنا بنقول ان تغطية صحية لجميع المواطنين، لكافة المواطنين، واحدة من الرولز اللي بتاعت الاهداف الـ SDGs او الاهداف التنمية المستدامة. المنظومة الصحية الجديدة رعاية فيها اعلى المعايير الدولية واستحداث هياكل وظيفية جديدة من بينها التسويق. هو انا اصلا دكتور اسنان في الاول، بس انا كان موهوب شوية في حتة التسويق والمبيعات، وبناء عليه درست خدت دبلومات وخدت فيها دراسات وخدت تدريبات هنا مع المنظومة علشان أكون كفء وأشتغل بشكل احتراف في المنظومة دي طبقا للمتطلبات الجديدة اللي أدت إليها، وهي التنافسية. التنافسية بين القطاع العام والخاص تطلبت وجود جزء في الهيكل الوظيفي يبرز جودة المستشفيات والقطاع العام الجديد، وقد إيه المنظومة هتقدر تخدم المواطن بشكل كويس، وده باين جدا في التجهيزات والنقلة الكبيرة جدا اللي حصلت في مستشفيات القطاع العام ومستشفيات المنظومة العامة. صيادلة ليهم دور أكبر وفعال، من ضمنها الصيدلة الإكلينيكية والجودة والإنفكشن ومكافحة العدوى، واهتمامهم الأساسي دلوقتي كل الصيادلة عامة بقى بالبيشنت المريض. تأتي هذه المنظومة في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطبيق الأمثل لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية والمعايير الدولية. إن شاء الله الخدمات اللي هيتلقاها المواطن البورسعيدي هتكون خدمات طبية ذات جودة عالية زي ما نص عليها الدستور المصري وزي ما حلم بيها كل مواطن مصري. وإن شاء الله بإذن الله انطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل هيعتبر بمثابة انطلاق لمنظومة الإصلاح الصحي الشامل في جمهورية مصر العربية. منظومة صحية جديدة صاحبها عدة حملات طبية تستهدف الارتقاء بصحة المواطن، من بينها 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض المستعصية. خطوات تؤكد أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعليمات سيادة الرئيس في مشروع التأمين الصحي الشامل أنه هو يكون على أعلى مستوى. أعلى مستوى يعني يكون مستوى لا يقل عن مستوى الخاص في الموجود على جميع الأجهزة. حضرتك هنا كمثال في المستشفى هتلاقي كل ما يمكن أن أنت تلاقيه على المستوى الطبي الحديث هتلاقيه، من أجهزة أشعة، من أجهزة عمليات، من أيا كان اللي حضرتك تتخيله هتلاقيه. وفي منظومة التأمين الصحي الجديد دشنت وزارة الصحة بروتوكولات التعاون مع مؤسسات طبية خاصة مثل مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب. قبل النظام الجديد في التأمين الصحي إن حالات قلب الأطفال اللي يمكن إصلاحها بالقسطرة وقد إيه هي مكلفة ما كانش موجودة تبع التأمين الصحي نهائيا، فده يعتبر أول جهاز متطور قسطرة قلب أطفال موجود في منظومة التأمين الصحي. هو ده أحدث جهاز بنقدر نتعامل معاه، ومن خلاله إن شاء الله نقدر نحل مشاكل كل العيوب الخلقية اللي يمكن إصلاحها عن طريق القسطرة في الأطفال، مش بس في بورسعيد والأماكن اللي حواليها إن شاء الله. دي طفحة كبيرة في مجال الصحة في مصر، إن إحنا بنحاول نطبق معايير المستشفيات الخاصة في المستشفيات الحكومية، وده بالتعاون مع بعض المستشفيات الخاصة اللي بتؤدي دور معانا دور كبير جدا جدا لتغيير النظرة للتأمين الصحي في مصر. ويحصل المنتفع في منظومة التأمين الصحي الشامل على الخدمة الطبية مع توافر الأدوية، كما تم تدريب الدفعة الأولى من الأطباء الذين تم اختيارهم للسفر للمملكة المتحدة للتدريب على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد. هذه الطبيبة كانت ممن حصلنا على هذا التدريب. احنا بندعو كل اهل بورسعيد يجوا عشان يفتحوا الملفات، ملفات طب الاسره دي اللي هتاهلكم بعد كده ان انتوا تدخلوا في نظام التامين الصحي الشامل. النظام ما عادش زي زمان، كل فرد بقى نظام، كل اسره مع بعضها، حتى الغير قادرين اللي ما لهمش عمل الدوله هتتكفل بيهم، بس افتحوا الملفات معنا ان شاء الله وهتلاقوا خدمه احسن بكتير. في طفره كبيره وفخر للبورسعيديه كلهم ان المشروع انطلق من عندهم، هيعمل طفره كبيره في الصحه سواء على مستوى المنتفعين
وعلى مستوانا احنا كمان كأطباء وكدكاترة. وبداية من أول شهر يوليو يتم إدخال المرضى للمستشفيات عن طريق نظام الإحالة من خلال وحدات طب الأسرة، من خلال قيام المواطنين بالتوجه للوحدات التابعين لها حسب التوزيع الجغرافي لمحل السكن، لفتح الملف الطبي وإجراء الكشف الطبي حتى يتم الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمي الخاص بمنظومة تسجيل قاعدة بيانات المنتفعين. أكد الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوي بما يواكب أحدث نظم التسليح والتكنولوجيا في العالم. جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقيادة قوات الدفاع الجوي احتفالا بمرور 49 عاما على بناء حائط الصواريخ عام 1970 الذي اتخذ عيدا للقوات الدفاع الجوية. هذا وأكد قائد قوات الدفاع الجوية أن رجال قوات الدفاع الجوي ماضون على الطريق ومحافظون على المسيرة حتى تظل قوات الدفاع الجوية قادرة على حماية سماء مصر ومجابهة أي تهديدات أو تحديات. إلى هنا ينتهي موجزنا الإخباري لهذه الساعة. أشكر لحضراتكم كرم المتابعة. إلى اللقاء.